أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول هذا السائل: هل يجوز للراقي أن يقول بسم الله عظيم الشان قوي البرهان شديد الأركان؟ وهل يجوز له أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرار خلقك، إنسهم وجنهم، حاضرهم وغائبهم، صغيرهم وكبيرهم؟ الدعاء مطلوب، وهذا دعاء معناه صحيح، ولكن الأولى أن يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء عاجلا لا يغادر سقما. بسم الله هذه بالباس رب الناس، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، أسأل الله يشفيك، بسم الله أرقيك، هذا الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه يأتي بهذا أحسن وأتم. والدعاء ما إذا لم يكن فيه ابتداع ولا فيه شرك هو جائز، ولو كان بلفظ لم يرد، ما دام أنه لا يخالف الوارد. نعم.